أهلا وسهلا مرة أخرى في مشاهدي الشهوات 360. أنا أدهم محمد من سوريا معكم من المغرب، بالمغرب فندق مازاغان بيتش ريزورت. عنا اليوم نوعين مقبلات، اللي هو مقبلات سخنة، فلافل وفطائر. طبعا راح نبدأ بطريقة الفلافل. الفلافل هو عبارة عن حمص منقوع قبل يوم 24 ساعة، 200 جرام ثوم، 200 جرام كزبرة ناعمة بودرة، 200 جرام كمون وملح. طبعا قلنا حسب الرغبة، دائما حسب الرغبة الملح، في منهم بياخذوا أكثر في منهم أقل. راح ننتقل هلا على طريقة القلي. طبعا طريقة القلي هو عبارة عن قالب ستانلس ستيل في ثقب بالوسط. طبعا بنحط هالكمية المطحونة على مرتين بالناعم. طبعا راح نكبس على القالب مشان ما يفتح معنا بالزيت. نحن راح نعمل هيك، طبعا موجود للقلي جاهز قطع. بعدها الحمص بتعرفوا فيه نشا، مادة من النشويات، بس طحناه بيلزق بعضه مع ملح، بيتمسك مع بعضه. تمام، هلا رح نبدأ طريقة القلي. طبعا قلنا هلا راح نبدا بطريقه مرحله الفطائر. فهلا نحن عملنا عجينه، المقادير هو العجينه كيلو جرام العجينه، 200 جرام زبده، بيضه، معلقه سكر، معلقه ملح. فعندنا العجينه مرتاحه وجاهزه. نحط شويه دقيق، شوبك، اللي بناخذ من النص بالفورما يكون وسط، طبعا وسط، ما يكون كبير كتير ولا صغير. تمام، راح نفتحها. الحشوة عنا عبارة سبانخ، عملت لكم السبانخ طبعا اليوم، عبارة عن بصل ناعم ومنضيف شوية جبنة، جبنة مشان يشد، موزاريلا، أي نوع من الجبنة، إدام ولا شيء. راح يكون عنا كمان الهريسة. تمام، راح نبدأ هلا بطريقة كيفاش بدنا نحط بالدوائر العجينة. هلا عنا كذا نوع من الفطائر، ممكن نعملهم رسمات. الرسمة اللي اخترتها أنا، ناخذ الأول ومنضل بنلف هيك طريقة ومنحط هون. هلا راح نبدا بطريقه التقديم. هلا صار عنا الفلافل جاهزين وعنا الفطاير جاهزين، راح لنا نقدم. لنا التقديم كمان له دور. نفس الشيء راح نحط شويه جزر، ومنجيب كمان ورقتين خس مشان نخلطهم. تمام، جينا حطيناهم مع بعض. هلا راح نقدم فلافل. طبعا تقريبا كل صحن بياخد 4 قطع.
4 قطع فلافل، فطير همني كانان تمام موجودين عنا. ممكن نحط 5 قطع بالصحن. هلا نحن جاهزين للفلافل وللفطاير وصحتين وهنا.